بص بقى، انا غلبت في موضوع التربيه الايجابيه دي. نعاقب ولا ما نعاقبش؟ نعمل ايه بالظبط علشان لما ابني يعمل غلط انتوا بتقولوا له ان احنا ما نعاقبش؟ الحقيقه فعلا احنا مش مفروض ان احنا نعاقب، لان حتى كلمه العقاب دي كلمه تتناسب مع المجرمين. هو خد عقوبه، هو بيتعاقب. خاصة كمان ان احنا لما بنيجي نعمل ده مع اولادنا بيبقى الهدف مش تعديل السلوك. يعني خليني اقول لك كده، لو انا جاي ابني مثلا عمل حاجة غلط وانا عاقبته وضربته، خاصة طبعا اساليب العقاب السلبية جدا اللي بتسيب اثار سلبية وبتسيب نفسية متدمرة عند اولادنا، زي الضرب، زي التهديدات، زي التخويف، زي الصراخ المستمر، كل ده بيؤثر على نفسية اولادنا. مش عايز اقول لك ومش عايز اخوفك ان ده بيعلي عندهم نسبة الكورتيزول في الدم اللي ممكن يخليه يبقى عنده اكتئاب وقلق مستمر طول عمره. فاساليب العقاب القديمة دي عايزك لازم تنساها، لانها بتأثر على بنية الدماغ. هتقول لي ما احنا كلنا تعاقبنا زمان وطالعين كويسين. عايز اقول لك ان احنا ما كناش كويسين، ان احنا مش كويسين. في ناس كتيرة جدا مننا محتاجين يروحوا يتعالجوا. انا شخصيا اتعالجت من اثار الضرب علشان اقدر ان انا يبقى نفسيتي مرتاحة ومبقاش عندي المشاكل اللي كانت ناتجة عن الضرب. طيب احنا مفروض نعمل ايه؟ يعني ازاي انا ممكن اعاقب ابني؟ طبعا احنا اتفقنا ان الكلمة اصلا غلط، ولكن انا بقولها علشان معروفة عند الناس كلها انها كلمة العقاب. اولا انا لما اجي اعاقب ابني لازم يكون الهدف اللي في دماغي اني انا مش عايز اذيه نفسيا، ولا عايز احسسه بالالم زي ما هو ضرب اخته فانا هضربه، او زي ما هو عمل فانا هو لازم يحس. العقاب او العواقب الكلمة الصح يعني، الهدف منها تعديل سلوك ابني. اسأل كده نفسك، لما انت ضربته هو اتعلم حاجة؟ طب ما انت بقالك كام سنة هو انت بتضربه وما اتعلمش حاجة؟ انت بقالك كام سنة انت بتزعق فيه وبتصرخ علشان مثلا يبطل كده وما بطلش؟ انت بقالك كام سنة بتضربه علشان موضوع المذاكرة وبالرغم من كده مش متفوق؟ اذا من الجنان ان انا اعمل كل يوم نفس الحاجة واتوقع نتائج مختلفة. ابنك مش هيتربى بالضرب. في النهاية كلنا بنتربى وكلنا بنكبر، ولكن بتسيب اثار نفسية. هتقولي بس انا بضربه مره كل قد ايه؟ هقولك مش محتاجين كم مره علشان نخاف من الكلب، احنا محتاجين مره واحده بس كلب يهوهو علينا هنخاف منه. فممكن تبقى مره واحده انت ضربت ابنك سببت له مشكله طول عمره، فالضرب مش هيحللك المشكله ده. بالاضافه ان في عندنا حاجات كتيره جدا بتسبب الضرب، بيتسبب فيها الضرب، زي ضعف الثقه بالنفس، زي العدوانيه، حاجات كتيره ممكن تكون بنعملها مع اولادنا زائد اللامبالاه اللي هو بقى خلاص اضرب انا كده كده مش هحس. يعني احنا المفروض نعمل ايه؟ اسمها العواقب. العواقب يعني ايه؟ يعني النتائج. يعني انا لازم اقعد مع ابني واشوف ايه السلوك اللي مش عاجبني، واقعد اعمل اتفاق بيني وبينه ان السلوك ده مش عاجبني والسلوك ده ما ينفعش، وليه هو مش عاجبني لازم اديله الاسباب واوضح له القيمه اللي ورا هذا السلوك. وبعدين اقول له بقى ايه، تعال نشوف لو احنا عملنا السلوك ده، لو احنا عملنا السلوك اللي انا عاوزه، اللي انا عاوزه من ابني، ايه بقى النتائج بتاعته الايجابيه؟ انت هتحصل على ايه؟ ولو احنا ما عملناش السلوك ده ايه النتائج السلبية؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل لو انت ما عملتش السلوك ده؟ تقول لي يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ اقول لك يعني ممكن مثلا هو الولد يحكم على نفسه، طب ما تدينيش الموبايل بكرة، طب ما مش هنروح النادي، طب اخصم من مصروفي، طب اعمل كذا. هنا الهدف ان هو يفهم ان كل سلوك انا بعمله فيه نتائج، نتائج سلبية ونتائج ايجابية. لو لقيت النتائج الايجابية كويسة هعمله تاني، لو لقيت النتائج السلبية بتضايقني او مش بتخليني ابقى مبسوط اكيد انا هتوقف عن هذا السلوك. ولكن ما ينفعش اي نوع من انواع العقاب بدون اتفاق مع ابني. هيقولك ده ظلم، احنا ما اتفقناش. الام بقى تيجي في وقت كده، ويا ريت انتوا بتنفذوا، انتوا مش بتنفذوا، فتيجي تقول له ايه، انت محروم من المصروف بتاعك لمدة شهر. طب وحضرتك هتقدري تنفذي كده؟ لا. طب بتقولي ليه؟ انت كده بتفقدي اصلا صوتك وبتفقدي ثقتك مع ابنك. انت محروم من الموبايل لمدة سنتين، انت مش هتعمل كده، انت مش هتروح عند تيتا، احنا كلنا هنسافر وانت مش هتروح، انت ما بتعملش كده. فما تهددش بحاجة انت مش هتقدر تعملها علشان ابنك بيفقد الثقة فيك. يبقى العواقب خلينا متفقين كده اسمها عواقب، والعواقب دي لازم تكون ايه؟ بالاتفاق بيني وبين ابني على ايه اللي هيحصل لو ابني نفذ، ايه اللي هيحصل لو ابني ما نفذ. وبالتالي احنا لما بنيجي نتناقش مع ابني بعد كده بقول له ايه؟ احنا بنطبق الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه، ده مش عقاب، احنا بنطبق الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه. فموضوع العقاب ده نشيله من دماغنا خالص، احنا مش بنتربى بالعقاب. انت كموظف
لو قعدوا يخصموا لك طول الوقت انت مش هتتربى بالخصم، انت مش هتتعدل بالخصم، انت بتتعدل بالمكافآت، انت بتتعدل بالتشجيع. فخلي نظام التربية بالتشجيع وليس بالعقاب، وبكده تبقى بتبني ابنك.